عندما قام ليوناردو دافنشي بمباشرة رسم الموناليزا، لم يجل بباله بالتأكيد أن هذه اللوحة ستصبح الأشهر والأغلى ثمنا والأعلى قيمة في العالم، فحتى هو لم يحلم عندما قضى 7 سنين من حياته يرسم هذه اللوحة أن هذه اللوحة ستصبح الأكثر إثارة للجدل في الوسط الفني، بل أن أشهر وأبرز النقاد والخبراء الفنيين في التاريخ سيكتبون دراسات مطولة عنها وعن سر جمالها وشهرتها ومكانتها. هناك العديد من النظريات حول سر شهرة الموناليزا، البعض يقول أن ليوناردو دافنشي قام عند رسم الموناليزا باستخدام طريقة مميزة بالرسم، حيث قام بتصوير الموناليزا من الجانب ومن الأمام، وهذا ما أعطى واقعية للصورة وجعلها تبدو أقرب للحياة، حيث أن هذه التقنيات في الرسم أصبحت شائعة في يومنا هذا، لكنها لم تكن معروفة قبل هذه اللوحة، وهذا ما دفع البعض للقول أن هذه اللوحة أول لوحة ثلاثية الأبعاد في التاريخ. أمر آخر، يعتقد العديد من النقاد أن سبب شهرة لوحة الموناليزا هو تعابيرها المبهمة والغامضة، فقد اندلع جدل كبير منذ عرضت الرسمة حول ما إذا كانت الموناليزا سعيدة أم حزينة، حيث يبدو دافنشي تعمد عند رسم الموناليزا إضافة طابع من الغموض عليها لإثارة فضول الناظر، وقد قام العديد من العلماء بدراسات عديدة حول هذا الأمر، ربما آخرها دراسة من جامعة فايربورغ الألمانية أكدت أن الموناليزا سعيدة وتبتسم. أما آخر آثار العديد من الجدل لدى المؤرخين هو هوية الموناليزا، فقد تعددت النظريات والافتراضات، وبينما يتفق العديد من المؤرخين أن السيدة في اللوحة هي في الحقيقة ليزا جيرارديني زوجة التاجر فرانسيسكو ديل جوكوندو، إلا أن العديد يشككون في هذا الأمر، بل إن الأجر الذي تلقاه دافنشي مقابل رسم الموناليزا غامض أيضا، كما أن الزمن الذي استغرقه في رسمها غير معروف، فبينما يعتقد الأغلبية أنه استغرق 7 سنوات في رسمها، إلا أن البعض يشككون في ذلك. يتضح مما سبق أن أهمية الموناليزا منذ ولادتها خلقت جدلا لا ينتهي حتى يومنا هذا. شكرا على حسن المتابعة، المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.